انطلق مشوارنا لدعم العائلات والأشخاص المحتاجة من خلال تأمين وجبات صحية سخنة وتوزع بواسطة الجمعيات غير الحكومية المعتمدة ومن دون أي تمييز ديني أو سياسي أو مناطقي. ابتدينا بتجميع الأكل الزايد المحفوظ ويلي ما انسكب من المناسبات الاجتماعية ليتوزع على العائلات والأشخاص المحتاجة وللحد من هدر النعمة عبر برامج التوعية بالمدارس ولتعزيز الاستهلاك المستدام للحفاظ على بيئتنا. وكبر دعمنا لنوفر بالإضافة للوجبات حصص غذائية وعدة احتياجات أساسية لجميع فئات المجتمع. ولأنه صحة المواطن كمان من ضمن أولوياتنا، منطبق ومنلتزم بالمعايير الدولية للسلامة والنظافة خلال تعباية الأكل والمواد الغذائية ونقلها بالشاحنات المبردة، كما أنه مندعم العائلات بالمستلزمات الصحية بالإضافة للتدريب المستمر لموظفينا. ولنضل عم ناكل من خيرات بلدنا، عم ندعم المزارع اللبناني بمختلف المناطق ليبقى بأرضه من خلال تزويده بالبذور والشتل وشراء كمية من منتجاته، وبهالطريقة تستفيد منا سيدات بتحضير المونة ومنكون عم نرسخ مبدأ الاقتصاد الدائري. ومن خلال محاربتنا للجوع عبر توفير الأمن الغذائي وخلقنا لفرص عمل لتنمية اقتصاد بلدنا، عم نساهم بتعزيز أمننا الاجتماعي. ومع حرصنا على مبدأ وتطبيق المساواة من خلال تمكين المرأة لتحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي. وبانفجار مرفق بيروت بأربعة آب، زادت المسؤولية لمساعدة العائلات يلي تضررت، ولشكر أبطالنا من نساء ورجال الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر. نحن منستلهم من رؤية المؤسس كمال سنو يلي ما إلها حدود، ومشوار الحفاظ على كرامة الإنسان ويلي بلشوا سوا بدنا نكمل لنحقق حلمه بافتتاحنا بيت الكل، لتقديم وجبات كاملة وسخنة ولنوصل لأكبر عدد من المحتاجين وبكافة المناطق اللبنانية. بمساهمتكن وبمساعدتكن سوا حنكمل مشوار الحفاظ على كرامة الإنسان.